أهمية صلاة العصر. ماذا يحدث إذا تركت صلاة العصر متعمدا؟ بعض الناس يغفل عن هذه الصلاة، ينشغل، يلتهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. يا لطيف، ما معنى وتر؟ يعني خسر وفقد. تخيل إنسان اليوم، يعني أنا أريد أن يعني آتي بأمثلة من الواقع لتدرك خطورة ترك صلاة العصر متعمدا. يعني الإنسان قد يكون لديه عذر أحيانا من مرض، ولكن حتى المرض لا يبيح لك ترك العصر إلا النسيان، أو تكون مجبرا على تركها، وهذا الاحتمال ضعيف جدا يعني إلا في ظروف خاصة جدا، ولكن معظم الناس قادر على الصلاة، حتى وأنت على فراش الموت تستطيع أن تصلي ولو تشير بعينك باتجاه القبلة إذا كنت غير قادر على النطق. أما في الوضع الطبيعي معظم الناس قادر على الصلاة ويغفل عنها للأسف، وكثير منهم متعمدا يتركها. انظر معي أخي الحبيب، تخيل عندما تأتي إلى بيتك، أنا أريدك أن تتخيل هذه الصورة لتفهم معي الحديث الشريف وتفهم خطورة ما تقوم به إذا كنت ممن لا يصلي العصر. تخيل أن هناك زلزال وقع في بيتك أو في منطقتك، وكنت خارج هذه المنطقة وجئت فرأيت أن البيت بمن فيه قد دمر تدميرا كاملا، بالمال الذي فيه، بالمتاع، الأولاد، الزوجة، الأبوين، كل عائلتك فقدتها في لحظة واحدة. الصدمة التي ستتلقاها كم حجمها؟ صدمة كبيرة جدا أخي الحبيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، وهو يصور لنا الحالة التي يكون فيها الشخص وهو لا يدري، كأنما خسر أهله وبيته وماله وولده وزوجته وأبويه. تخيل مجرد أن تترك صلاة واحدة هي صلاة العصر. طيب ما بالك بمن يترك ويغفل عن الصلوات؟ ما بالك بمن لا يصلي أصلا؟ يعني ما بالك بمن لا يذكر الله أصلا ولا يقرأ القرآن ولا وينسى كل هذا الأمر؟ كم فقد هذا الإنسان، كم خسر. لذلك والله أيها الأحبة، هذه الكنوز النبوية، أنا أسميها كنوز نبوية. اليوم الحرب على الإسلام للأسف عندما فشلوا في تحريف القرآن، وفشلوا حتى في تغيير معاني القرآن، لأن القرآن قوي جدا وتعاليمه قوية جدا، ذهبوا للسنة المطهرة ليطعنوا فيها، ليجعلوا الناس يخسرون هذه الكنوز، يغفلون هذا. وإلا لماذا جاء هذا النبي؟ هل هو مجرد أن يبلغنا القرآن فقط يعني؟ يعني اليوم رؤساء الدول أيها الأحبة، الرئيس لديه دستور ولديه قوانين، ولكن هو لا يعمل شيء. النبي مرسل من ربي بالقرآن، ولكن هو لم يعمل شيء، لم يعلمنا، لم يوضح لنا، لم يبين لنا، لم يعطنا هذه الكنوز. إذن ما معنى ويعلمه الكتاب والحكمة؟ ما معنى الكتاب؟ تمام، ولكن ما هي الحكمة؟ الكتاب هو القرآن، والحكمة هي الأحاديث التي نطق بها هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة، يعني هذه الكنوز يجب أن نتأملها ونهتم بها، وندرك أن تركك لصلاة واحدة هي صلاة العصر فكأنما خسرت أهلك ومالك، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ هناك أمر خطير جدا أيها الأحبة، أننا ابتعدنا عن الصلاة كثيرا في هذا العصر، وأصبحت الصلاة شيء ثانوي.
مع العلم أن الصلاة هي صلتك بالله، هي التي تصلك بالملك سبحانه وتعالى. فإذا أخي الحبيب، يجب أن تحفظ هذا الحديث: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر ماله وأولاده وأهله وكل شيء. قضية خطيرة جدا أيها الأحبة، يعني ينبغي أن نهتم بها، أن نحافظ على هذه الصلوات الخمس. أول عمل بعد يعني بعد الذين اختلفوا في سيدنا موسى عليه السلام، عفوا سيدنا عيسى المسيح، ماذا قال الله فيهم؟ قال: فخلف من بعدهم خلف. ما هو أول عمل الذي يفتح لك كل أبواب الشر؟ أضاع الصلاة. بداية الشر هي إضاعة الصلاة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يصبروا على الحاكم إذا كان ظالما، إلا في حالة واحدة، قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. انظر إلى هذا المقياس الخطير، يعني أنت كمؤمن يجب أن تتحمل كل شيء إلا موضوع واحد هو الصلاة. لا يحتمل أن يأتي إنسان ويمنعك من الصلاة، هذا أمر خطير جدا أيها الأحبة. وبالتالي قضية الصلاة في هذا الوقت أصبحت قضية ثانوية بسبب الإعلام العالمي الذي يركز على توافه الأمور، يركز يعني فيروس غزا البشر وتأثر به قلة قليلة من البشر، يعني كم واحد من 8 مليارات، كم واحد الذين تأثروا؟ 1، 2، 3، 4، 10، حتى لو كان العدد 100 مليون لا يشكل شيئا أمام 8000 مليون عدد سكان العالم. على الرغم من ذلك الناس اهتموا وتغيرت حياة الناس وكأن هناك يوم القيامة يعني. فتصور من أجل فيروس ضعيف وكلنا سنموت بالنتيجة يعني. ولكن عندما يفقد الإنسان الصلاة ويترك الصلاة ويغفل عنها، للأسف لا أحد يتحدث، لا أحد ينبه إلا القليل. لذلك أحبتي في الله، تذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتذكر أن تركك لصلاة واحدة إنما كأنما خسرت مالك وأهلك وولدك. فكيف بمن يترك الصلوات جميعا الخمس؟ إذن سارع معي أخي الحبيب لأداء الصلاة، لتقترب من الله أكثر، لتغير علاقاتك، لأن الصلاة حقيقة تنشط منطقة الناصية هنا، لأن فيها خشوع، والخشوع ينشط ناصية الدماغ هنا، فتصبح قراراتك أفضل، علاقاتك الاجتماعية أفضل. الصلاة تعينك على الصدق، الصلاة تجبرك على الطهارة 5 مرات كل يوم، لا تستطيع. إذا حافظت على الصلاة فأنت تحافظ على الطهارة. لسانك يستقيم لأنك تستحي أن يخرج من فمك كلام بذيء أو كلام سيء. صبرك يزداد، واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة تعينك على الصبر، تجعلك أكثر صبرا. الصلاة تجعل نظرتك للحياة مختلفة، لأنك تصبح يعني تشعر بالهدوء، تشعر بالسكينة، تشعر بالإطمئنان، تشعر أن الله راضي عنك. 5 مرات لديك موعد مع الله كل يوم لتتواصل معه. لماذا سميت صلاة؟ لأنها صلة العبد بربه. كيف أتواصل مع الله؟ من خلال الصلاة. فاذكروني أذكركم. إذن احرص على أداء الصلاة منذ هذه اللحظة، وسوف تغير حياتك بالكامل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.